هاي هاي ويندوز تايتانيك بليز سير. بليز انا كنت عايز ايه ده؟ كنت عايز يعني انت مصري بقى؟ او يس يا عم وسايبني استهلك في الانجليش بتاعي. بص انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص اقول لك، الستات دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي؟ اوكي. وهي بتموت في الانتيكات وكيمو، ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى؟ عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط، قوم ايه بقى؟ قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس، انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريطيه، تاخدها كده تتغندروا مع بعض، ايه مناظر جميله والخضره في الميه نفسها، البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي؟ ايوه ريلي، سعاد، منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يلا يا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبلك لعبه، باين تمثال زمبلك؟ يا دوله بص يا دوله، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني يا دوله، في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود، وعايز يشتري كل الكميه اللي عندنا وباي ثمن انت عايزه، زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دوله، الامانه سر النجاح. نجاح ايه يا فاشل؟ انت مالك انت ومال النجاح؟ قط فرعون اسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونا ويخرب بيتك. يا دوله ده مش قط، دي قطه. روح نضف البازار. وايه الكيس ده؟ ده كيس زباله باقي. وكيس الزباله بيعمل ايه هنا؟ خد ارميه بره. قول لي بقى، خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ ما ده ولا كان انا ما بحسب. اتكل على الله. بس يا حيوان ها رميت الزباله؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح؟ انتوا يا بهايم، انتوا زبالتكم دي ترموها تحرقوها، مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع، الشوارع هتبقى مزبوطه. صح. هو انت الكورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياه سيد الزعفراني 010573345، وده اخر كارت معايا. بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس، ده كفايه بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد. نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين قوي يا استاذ سيد. سيد اتفضل يا استاذ سيد، اللي جاب لك يخلي لك، اللي جاب لك يخلي لك. اتفضل، مع الف سلامه. سلام يا سيد. ايه ده؟ شفت ياد؟ ده البيع، ده البيع والشراء، ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجه، افهم حاجه. خد الكيس وارميه يلا، ما ترموش على عربيات حد، ارميه في اي حته من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم، حاضر حاضر. ثلاثة حاضر، اتكل على الله. يا السعادة، الشنطة دي وقعت من الواد رمزي، خلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي، سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وبعدين في الشنطه بقى المحجبه دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 لا، احنا مش ناقصين جراثيم، خدها ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مره، هي شغلانه بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دوله بقى، كل شويه بقى دوله وتشوح لي. يا عم بقى ما انا زهقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني حاجه لله، ربنا يسترها معاك دنيا واخره يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا على دي ميه على ركبي هنا اهوت. طب كويس ان عندك ميه، ده في غيرك مش لاقي تشطف. بركب حنفيه على ركبتك بقى. بركب تتريق على الشحات، ممكن ربنا يسخطك. طب ما انت لسه متريق. انا اتريق
انت بتتريق. ماشي ارجوك يا سعاده البي، الجوده في المجهوده، اي حاجه اي حاجه يا حاج. ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي، اي حاجه اي حاجه من عندك. حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. الشحاتين دول، اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش، وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ، انت فاكرني زبال؟ احنا شحات قد الدنيا، عالم زباله. ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسكم انت. شوف بقى ابن عمي، وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها، هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي، السلط لك عيل حرك كده اهو، ياخد باله من البازار، يبيع لك تماثيل، يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دوله، انا هنا اشراف عام. اتصرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر، طلبات الشهر، يعني نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط، يعني انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده، يعني ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي، انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه. اه طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيره وطايشه، وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحده ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزه حاجه تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو. بابا عايزه 30 جنيه. اه، وانت عايزه الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هديه للمدرسه. بمناسبه ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هديه يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شويه هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم. ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني، الحق عليا. عادل صحيح افتكرتي حبيبي، عايزه 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلباتها اهي، كل ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرق اللي انت عايزاها، وادي البرتقال اهو اللي انت قلتوا لي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش، اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجه يعني. انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ شفت يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك، امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب في ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا بيستجاب لي دعاء، بامرت ان انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه، كلتي وهو سهل وخايب نايف ني كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا حطهم ناقصين هتزني. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. ولا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده، احنا نستنى ساعتين ثلاثه لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه، مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا.
تن 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 تن. اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده يا سيدي الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عمالين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم، ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتك على الله. طب نصيب يا دولا واحده بس، واحده بس يا دولا. اتك على الله. ايه ده؟ ايه ده الظلم ده؟ اتك على الله يلا. واحده بس يلا يلا خلاص، انا سالتك وخلاص. طب دولا طيب دلوقتي يا جماعه عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه، انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. الفطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول. اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الأول وبعدين انزل البازار. ايوه، اصل انت مش فاهمة رمزي. عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الف سلام عليك. انت ايه جايبني هديه من البازار بتاعي يا غبي؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ اقول لك ايه بقى، انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟ سابق لاوانه قوي يا اخوانا، ولغايه بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. يبقى انا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال تعال تعال، دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح، استنى بالليل وانت نايمين صح؟ ايوه، وانا افتح لك. ماشي يا حاج، ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا، مع السلامه. بس يا عم، وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج اتفضل. الحمد لله. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله. صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك، حتى بالاماره
كان فيها فلوس كتير او كان فيها فلوس كتير فلوس كتير اثبت يا عم ربيع اثبت طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع كانوا دولارز دولارز أيوة. وكمان بتتكلم انجليش ايوه حضرتك دي اللغه الام بتاعتي دي حضرتك اللغه الام وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه انا لازم من المطار عليك على طول والله ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني والله صف تاني خايف يعني ان الطياره تتكلبش مش كده فعلا لا انا عنايا ليك اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله الاسم اثبت عم ربيع يا عم ربيع يا عم ربيع لا حول ولا قوه الا بالله راح عم ربيع المسحراتي بس هيسحرها في رمضان دلوقتي لا ما تقلقش على رمضان انت رمضان كله هتبقى صاحي لان انا هكون طردتك من البازار شوف لك بقى وظيفه بتضحك عليا معلش يا دول انا منحرج منك يا دول انا منحرج منك